السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المرابط، دائما مع مستجدات هذه القضية ديال هذا الكرغولي هذا مهدي الغزار. مهدي الغزار الذي تطاول على الأسياد ديالو ومن بعد خرج وعاوتاني حتى هو بحال النظام ديالو في الجزائر، قال لك القوات تتقهقر. خرج في واحد محاولة الاعتذار، نقدر نوصفها بمحاولة اعتذار بشعة، والو بخر روبا صدق وهو كذوب، قال ما عنديش الرجال. يعني كان بإمكان هذا مهدي غزار يبقى على الموقف ديالو ويتبنى الموقف ديالو ويدافع عليه، لا دغيا قلب الست سعود ودغيا خرج، لأنه خاف، لأنه عرف راسه بأنه غادي يتعاود للترابي، فخرج قال لك بغى يعتذر للمغاربة. اعتذار كيزيد يغرق. قبل ما نوريكم هذا الاعتذار الفاضح واللي كيشوه سمعة الجزائر بصفة عامة وكيأكد على أنه مجرد جبان، دائما في أي معركة ترجع اللور القوات تتقهقر وتعتذر وكيتخبى، والو ما تعرفوا غير الغدر. ولكن قبل هادشي كامل بغيت نحيي النادي ديال المحامي المغاربة اللي راسل المدعي العام في باريس وطلب منه مباشرة الإجراءات القانونية ضد هاد الكرغولي هذا مهدي غزار. وماشي بعيد من بعد الطرد ديالو من اي ام سي في الصباح وفي مع ديك جوية 12 الوحدة، خرج الخبر ديال نادي المحامي اللي غيتابعو قضائيا في باريس، وكنتمنى من جمعيات اخرى والمحامون المغاربه اللي كاينين في باريس حتى هما يكثروا عليه الشكايات. ماشي بعيد انه منين بلغوا البارد بغى يضحك على خاصه صحاب خاوه بهاد القضيه ديال الاعتذار. الاعتذار ديالك بلا ما نسمعوه وبلا ما نعرفوا شنو كتقول فيه غير مقبول بتاتا، خرجتي للعيب وغنعاودو لك الترابي من جديد. السلام عليكم، بونجور ا توتي ا توس. Je vous fais cette vidéo pour m'expliquer. Je vous l'envoie de mon téléphone, comme ça il y aura pas de cutage ni de coupage ni de création de buzz pour couper mes propos. Donc je vais être très sincère, très bref. J'ai rien préparé, j'ai pas de papier à vous préparer. Je vous parle du cœur. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à m'excuser auprès du peuple marocain. Le peuple marocain, si mes paroles ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé parce que ce n'est pas du tout mon but. Je ne parlais en aucunement de vous. Je ne parlais en aucunement de ce qui se passe par rapport au peuple marocain. وهذا كيف ما تيقولوا الفرنسيين، il nous prend pour des cons. دابا هو في القناة الجزائرية منين قال تايلاند وقال المغرب بحال تايلاند، يعني في الدعاره كيتكلم على الدعاره بالدرجه الاولى وكيمعني على الدعاره. في نظر هذا الكرغولي هذا شكون اللي كيمارس الدعاره الا ما كان الشعب المغربي غير معني بالامر؟ غريبه هذه القضيه. ياك ما الشعب المغربي عايش في نيوزيلندا وهذوك اللي في المغرب شي شعب واحد اخر ما سميتوش الشعب المغربي، ومني كتقول تقدر تغتصب الطفل وتقدر تشري الطفل، هذاك الطفل ديال من؟ هذاك الطفل ماشي ديال الشعب المغربي؟ ولا ملي كتشوه سمعة هاد الناس هادو اللي هما الشعب المغربي، واش ماشي هو الشعب المغربي اللي كتكلم عليه؟ دابا الكرغولي بغى يقول لنا زعما هذيك القضيه ديال خاوه وخاطينا بوليتيك والانظمه والدول مدابزين، نفس الكلام ديالو هو الكلام ديال زيتوت، هو الكلام ديال اي شبه معارض في العالم، هو الكلام ديال كدبون، هو الكلام ديال بن قرينا، هو الكلام ديال بن سديره، هو الكلام ديال كلشي، كلهم يسبوا فينا ويعايروا فينا ويشوهوا السمعه ديال الشعب المغربي، وفي الاخر يقول لك لا حنا كنتكلموا مع الدوله، حنا كنتكلموا مع النظام، حنا ما كنتكلموش على الشعب المغربي. نقدروا نقولوا لكم انتم في المغرب عاهرات وكذا وكذا، ولكن حنا ما كنتكلموش على الشعب المغربي. هذا الكرغولي بغى يعتذر جا خسره، ولكن انا متاكد انه عارف، هذا الكرغولي هذا عارف بان هاد الاسطوانه ديال خاطينا بوليتيك والانظمه بيناتهم كتنطلي مع الاسف على بزاف ديال المغاربه. وغنقولها لكم اخوتي العزاز، كاين بزاف المغاربه في فرنسا كنشوفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي كيدافعوا على الكراغله وتنطلي عليهم الحيله ديال خاوه، واش حيت تربوا معهم واش حيت الله اعلم. ولكن الحمد لله الاغلبيه الساحقه من المغاربه عاقبوا ولاد شحيبر، قال لك ما كنتكلمش على الشعب المغربي، وقيل راه غلط بغى يقول الشعب الموزمبيقي ويقول الشعب المغربي وعايرنا بالدعاره وبالفساد وبكلشي، اي حاجه قدرت تصورها ديال المعيور عايرنا بها، وفي الاخر قال لك لا راه ما كنقصدكمش نتوما. هي دابا حنا في نظرك قروده، اصلا اعتذارك بلا ما نسمعوه غير مقبول، وغنمشيو معاك ان شاء الله لابعد مدى في المتابعه القانونيه حتى تعاودك الترابي وتكون عبره لاي كرغولي او اي واحد من ولاد شحيبر يبغي يتطاول على المغاربه. Moi je suis un chroniqueur, j'essaye à chaque fois de donner mon avis
sur les choses qui se passent en France ou en international. Je parle également du gouvernement, je sais pas, d'Emmanuel Macron, comme j'ai pu parler, et j'ai pu très fortement critiquer à l'époque le gouvernement de la SABA qui était en poste jusqu'en 2019 chez nous. J'étais. أول جحيبر والكرغولي تهضر على فرنسا بحكم أنك فرنسي شغلك هذاك سوقك هذاك هضر على الدعارة في فرنسا ولا هضر على شنو بغيتي حياتك هذي تهضر على العصابة في بوتفليقة ولا ما تهضرش عليهم حياتك هذيك لأنك كرغولي وكتهضر على الكراغيل حنا ما دخلناش في هادشي غير هو منين كتهضر على سيادك المغاربة هاشنو تيوقع لك كتطرد من RMC وكينتابعوك قانونيا ومازال العطيقي وزيد عليها أيضا تشويه سمعات هذك المشاريع اللي مشكوك فيهم واللي كدير فيهم تبييض الأموال وحتى الزوجة ديالك اللي باقا خدامة في RMC مازال غتسمع عليها Les premiers, d'ailleurs, j'ai eu d'énormes problèmes par rapport à ça parce que justement, je n'avais pas ma langue dans la bouche. Mais en aucun cas, je n'ai attaqué le peuple marocain. Et si une personne s'en est offusquée ou s'est sentie blessée, sincèrement, sincèrement, du plus profond de mon cœur, j'en suis désolé. Plus que ça, je peux vous dire encore une chose. Toutes les personnes qui ont essayé de manipuler, nous savons d'où ça vient. Nous savons pourquoi. Nous savons dans quel but. Allah yahdikoum. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Allah yahdikoum. Encore une fois, le peuple marocain est un peuple frère. Il restera frère. Et je serai toujours à leur côté. Parce que c'est un peuple d'hommes et de femmes qui sont composés comme nous, de la même confession et comme nous, de la même profession, des mêmes traditions et des mêmes coutumes. Jamais, jamais. Tu me mets comme que tu me touches le mot à dire comme ma tsarfiq al-loula min 'ad al-maghriba. تترجعوا القوات تتقعقر من جديد ياك انت كتقول لنا باننا حنا بلد ماشي مسلم منين كتقول بان المغرب بلد ماشي مسلم يعني الشعب ديالو ماشي مسلم لان الديانه لا تمارس من طرف الحيوطه الديانه الاسلاميه تمارس من طرف سكان هذاك البلد فانت منين قلتي المغرب ماشي مسلم راك خرجتينا من الاسلام دابا ولينا مسلمين وبحالكم وخوتكم انا بعدا اي مغربي تعتبر راسو اخ مع دولات شحيبر انا كنت برا منه انا كنقول ليه سير الله يخوي لك الركابي الى هذا الكرغولي هذا ضحك عليكم بهذا الاعتذار وتقبلتوا منه هذا الاعتذار انتم ما خوتنا ما نعتبروكم مغاربه اعتذار كيبين بان هذا الكرغولي هذا تم تاديبه من طرف المغارب هذا الاعتذار الفضيحه والمضحك تاكد مره اخرى على ان هذا الكرغولي هذا دخل بيت الطاعه وتم الدعس بنجاح. Mon rôle est de commenter. J'ai commenté une politique qui est actuellement menée, mais en aucun cas je n'ai attaqué les hommes et les femmes qui composent le royaume du Maroc. Pour finir, la seule chose que je peux rajouter à ce que je vous dis, c'est que. بعبارة أخرى حتى هو تيقول لنا خاطينا بوليتيك. حنا خاوة خاوة خاطينا بوليتيك. يعني من حقه يسب النظام ديالنا، يعاير الشعب المغربي، يخرجنا من الإسلام، يعتبرنا تايلاند ديال إفريقيا. كنبيعوا الدراري كان مصائب كحلا قالا وفي الاخر قال لك انا ما كنقصدش الشعب المغربي وشكون اللي كتقصد ما فهمتش انا هاد الكراغيل هادو على من تيكذبوا والكرغولي عاود شوف هاد الفيديو وتصنت ليه مزيان انت كيفاش تبلاو عليك شكون هذا اللي دار لك المونتاج الفيديو محطوط في القناه الجزائريه AL24 نيوز وانت ماشي كرونيكور في هذيك القناه انت حضرتي ليها كجزائري وتكلمتوا على الفضيحه ديالكم في اليابان الفضيحه ديال الحقيبه ما علقتيش على الفضيحة بحد ذاتها ومشيتي تتكلم على الدعارة وخرجتينا من الإسلام وتسبنا وتعايرنا وفي الأخر جعتي مارشاريار والقوة تتقهقر صدق أبو خروبة وهو كذوب كاينة في الجزائر أزمة رجال أزمة رجال كتخلي الذكورة ديالهم يتشبتوش بالمواقف ديالهم مع أول تصرفيقة رجع مارشاريار وبدا تيبكي علينا والزراروة ومن الأول وتنقولوا لكم من الأول الزراروة ما تبقاوش تنقزوا علينا راه هادشي اللي غيوقع لكم الا نقزتوا علينا في شي حرب غترجعوا في الاخر لا وحنا خوتو حاقرونا اخواني حاقرونا وغنعاودوا لكم عاوتاني داكشي ديال الحقره ديال حرب الرمال وديال امغالا وزيد وزيد اي honnêtement les personnes qui ont été blessées mes collaborateurs mes amis mes frères je suis désolé pour eux parce que Ils ont dû me défendre. Ils ont dû leur dire le véritable Mehdi que j'étais. Je tiens à les remercier à travers cette vidéo. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont défendu, qui me connaissent, qui connaissent le vrai Mehdi. Je tiens à tous et savent que je n'ai aucune haine envers le peuple marocain. Rabbi Yahdikoum, pour ceux qui ont essayé de monter ça en épingle. Rabbi Yahdikoum, moi je ne vais pas vous insulter. Je ne suis pas comme ça. Pour ceux que j'ai offensés, encore une fois, j'en suis désolé. Sincèrement, du fond du cœur. Mais ce n'était pas contre vous. Salam alaikum. Rabbi Yahdikoum.
الكرغولي، كنقدر نقول لك انني في هذه اللحظه غنتكلم باسم المغاربه او على الاقل الاغلبيه الساحقه فيهم. الاعتذار ديالك الكرغولي او الشحيبر غير مقبول. الكرغولي عاد صغيرا مثله مثل السفراء ديال الجزائر من اللي كيرجعوا لفرنسا، كيرجع صغيرا الى بيت الطاعه المغربي. تم تاديب وتربيه الكرغولي الذي تطاول على المغاربه، وراه هادشي اللي كان غادي يوقع كون كانت بين سبور قناه تحترم نفسها، وكون كانت قطر دوله كتحترم راسها. هادشي اللي كان غيوقع مع الدراجي وبن قنا ومع اي كرغولي في قطر كيتطاول على الاسياد ديالو. ومره اخرى الاعتذار ديالك مرفوض، ولقد تم الدعس بنجاح خوتي المغاربه. الشابو ديالكم خاصه الجاليه المغربيه في فرنسا، وما تنساوش بانه المعركه مستمره، لا تراجع ولا استسلام. هاد الخطه والكونتر خطه ديال الاعتذار باش يدوخنا ويهرس لنا الصفوف ديالنا، حيت غنسمعوا بعض الاصوات يقول لك وصافي راه اعتذر الله يسامح. لا، واحد كيسبنا في الشرف ديالنا وفي الدين ديالنا، خرجنا كاع من الديانه ديالنا الاسلام ويعايرنا وكذا، لا الاعتذار ديالو غير مقبول. صافي صافي، اللي تهرس تهرس وسبنا وعايرنا، دابا خصنا نرجعوا للحق ديالنا. الحق ديالنا رجع، ار ام سي جرات عليه مزيان، الزوجه ديالو باقا خدامه في ار ام سي، نادي المحامين في المغرب رفع دعوى قضائيه، كنتسناو الجمعيات والمحاميين اللي كاينين في فرنسا وفي الدول الاوروبيه. باقي خاصنا نكثروا الشكايات من داخل المغرب باش معمر والديه لا هو ولا العائله ديالو ولا التريكه ديالو تجي تزور المغرب. والحاصل بالتشكون حنا، تمت التربيه بنجاح ولكن مازال ما كملناش. نكتفي بهذا القصف، شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم للقناه. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.